هنا إذا سمحت لي غادي نوضح لك هذه المسألة هذه بشكل كما قلت يعني علمي واستنادا إلى فلسفة التاريخ ديال العلوم. وخليني نهضر لك على ناخذك مثلا نعطي مثال عباس بن فرناس. إلا خدينا الأعمال ديال عباس بن فرناس أولا كلشي تيعرفوا يعني لحد الآن في العالم كلشي تيعرف عباس بن فرناس. علاش مشهور؟ ما يكونش مشهور إلا وأنه يعني أنتج اختراعان وعنده قيمة علمية ومعرفية كبيرة بزاف في زمنه. هو اللي عاش في القرن الثامن ميلادي. ولكن اش نعرفوا احنا على عباس بن فرناس؟ بأنه أول طائر في التاريخ اللي دار شي جناوح وبغى يقلد الطير وما نجحت ليش لهذا التجربة وسقط غير صحيح. يعني أن التجربة ديال عباس بن فرناس ما يعني من العار أقول أنا اللي درستها مزيان وشفت يعني من ناحية العلمية والمعرفية من العار نقول عليه هذا الشيء هذا وإلا لما اشتهر بهذا الشكل هذا. عباس بن فرناس أولا كان متضلعا في مجموعة ديال العلوم وعلى رأسها الرياضيات والطبيعيات والكيمياء إلى جانب الفلك وإلى غير ذلك. فبالتالي نحن أمام قامة علمية ماشي تيلعب. هذا جانب. من جانب آخر هو طور ما يسمى بالمنهج العلمي اللي كان ضعيف عند اليونان. وأنا فمن غادي نوصل لهذه الفكرة غادي نوضحها أكثر. فكان يؤمن أيما إيمان بالمنهجية العلمية وبعقلانية العلوم. فمنين بغي يقوم بهذه التجربة؟ أولا السؤال اللي مطروح على أجد بعد عباس بن فرناس باش فكر باش أنه يطير؟ فكر لأن آنذاك كان العقل الذي يسود آنذاك كان عقل ديال التحدي وعقل ديال الاختراع وعقل اللي كان ضابط العلوم والمعرفة لدرجة أنه متحكم فيها متحكم في هذه العلوم وتيحاول يدفع بالاختراع إلى أبعد مدى. ومن بين الأمثلة تنظر لكم دابا لعباس بن فرناس. عباس بن فرناس منين بغى يقوم بالعملية ديالو قام بمجموعة ديال الدراسات العلمية والمعرفية والحسابات وفق منهج علمي عقلاني. فدرس السرعة ديال الرياح وخد المقاييس ديالها، درس كذلك الثقل أو الوزن ديال الهواء ودار القياسات ديالو، ودرس الثقل ديال الوزن ديالو وكان تيقلب على يعني مادة اللي تناسب الوزن ديالو باش يصنع دوك الأجنحة. فدار مجموعة ديال التجارب حتى لقى يعني ريش الحرير الأبيض هو باش صوب دوك الأجنحة باش الكتلة ديال الوزن ديالو تكون متطابقة مع الحسابات اللي قام بها وهي حسابات رياضية. هاد المنهجية العلمية جعلت عباس بن فرناس يثق بشكل كبير في التجربة اللي يقوم بها بدليل جوج ديال الأدلة. وهنا باش نهضر لك بشكل علمي، الدليل الأول هو أنه هو اللي قام بهذا رغم الخطورة ديال التجربة، كان ممكن يشوف غير شي حد آخر وشي تيديروه كاع العلماء تيجربوا في الآخر. يعني هو ما شافش شي واحد، هو اللي قام بالتجربة لأن كان يؤمن بأن التجربة المنهجية العلمية اللي كان يؤمن بها أعطته بأنه تجربة ناجحة 100%. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو أنه ماشي ما دارها شي في الخفاء. دارها في العلن. يعني شنو دار؟ عيط وكان في قرطبة الأندلس آنذاك ودار إعلان لجميع السكان ديال المدينة ديال قرطبة بأنه غادي يكون يدير واحد التجربة كأول طائر في العالم. شوف هذا العقل كيفاش كان ديال التحدي إلى وهذا الشيء اللي ناقصنا الآن. يعني عندهم يدفعون بالعلم والمعرفة إلى أقصى مدى وإلى أقصى الحدود. فجمع الناس طلع الواحد يعني الهضبة وهذا وطلق الأجنحة دياله وطار في الهواء. شحال طار في الهواء؟ 10 دقائق وهو يطير. فبالتالي يعني التجربة كانت ناجحة. 10 دقائق. ونقارنها لك مع أول باش نربط يعني الأحداث ككل مع أول تجربة ديال الطائرة بمحرك اللي كانت في بداية القرن العشرين. أول تجربة ديال الطائرة بمخرج محرك شحال طارت؟ طارت أقل من 30 ثانية حتى نصف دقيقة طارت وطاحت. يعني هذه التجارب الأولى. عاد باش من بعد بدأت التجربة الثانية ما وصلتش دقيقة
هادو في الطائرات هو يعني الحسابات اللي قام بها والمنهج العلمي قاده باش انه 10 دقائق وهو يحلق في السماء. فين فشلت التجربه؟ في الهبوط. يعني ذاك الهبوط عوض ما يهبط بشكل سلس كما يهبط الطائر، يعني هبط في الفيزياء تنقولوا السقوط الحر، يعني سقط وبالتالي ضرب في الظهر ديالو. هناك روايه تقول بانه تقسحت قسحه خايبه، وهناك روايه تقول بانه تهرس في الظهر ديالو وعانى منها بواحد الشكل كبير بزاف. ولكن هاد يعني الهبوط ديال السقوط الحر ديال ابن فرناس استفدت منه البشريه، لان علاش؟ اكتشف ابن فرناس بانه ما خداش واحد المعطى اللي هو الديل، القزيبه ديال الطائر، هذاك الديل هو باش تيهبط باش تيعاونو في التوازن في الهبوط. فنسى هذا المعطى ديال الديل، وداك الشيء باش التجارب المرعبه بن فرناس بخصوص التجارب ديال الطائره استفدت منه. دابا الان ما كاينش شي طائره اللي ما تلقاش عندها الديل ديال، ما تلقاش شي طائره اللي مسطحه من اللور ديالها، والا راه غادي تطيح، ما يمكنش شيء. هذاك الديل هو الذي يساعد الطائره على الهبوط بشكل بطيء وبشكل سلس. إذا تجربة اللي استفدت منها البشرية بشكل عام. وخليني نقول لك يعني الناس اللي استفدوا من التجارب ديال عباس بن فرناس، ونقول بأن هذا الباراشوت اللي كاينه دابا هي تشبه التجربه اللي قام بها عباس بن فرناس. الاختراع ديال هذا الباراشوت او المظله الهوائيه جات نتيجه ديال الاعمال، وهو هذه التجربه اللي قام بها عباس بن فرناس. وانا غادي نعطيك التسلسل التاريخي، لان ملي تنهضروا على التاريخ تنحطوا الاحداث في سياقها التاريخي بمنطق معين، فبالتالي تتبان لك. لان هنا نجي للمقوله باش نربط العصور ببعضياتها، المقوله ديال هيغل هذا فيلسوف ديال التاريخ، اش تيقول لك؟ التاريخ اذا كان عباره عن احداث يعني مشتتة مبعثرة لا رابطة بينها لا داعي لقراءتها، علاش ندرس التاريخ؟ هو تيقول لك التاريخ هو أحداث مترابطة ومنسجمة وتخضع لمنطق فلسفي معين وشرحه. ومن هذا الأساس عطى واحد الفلسفة هو هيغل. اش تيقول لك؟ تيقول لك التاريخ تيقسمو لثلاثة ديال الفترات أو ثلاثة ديال الأقسام. كاين التاريخ الأصيل. التاريخ الأصيل شنو هو؟ التاريخ اللي رواه لنا الناس اللي عاشوا الأحداث، شافوا ديك الأحداث عاشوها، فبالتالي تناخذوا عندهم الرواية كما يعني سردوها لنا وكما رواها لنا. كاين التاريخ النظري، هو القسم الثاني في الفلسفة ديال هيغل. التاريخ النظري هو التاريخ اللي رواه لنا ناس من بعد احداث اللي مضى عليها 100 200 عام، خمسات القرون عشرات القرون، فبالتالي هما يعتمدون على مصادر ومراجع اللي خصهم يتحققوا منها باش يعطيونا روايه اقرب للواقع. ثم القسم الثالث هو هذا التاريخ الفلسفي الذي ابدع فيه هيغل، واعطى يعني مجموعه ديال النظريات تناقش، تيبقى هذا ابداع بشري قابل للخطا قابل للصواب قابل للنقاش. هو تيقول بان التاريخ تيخضع لواحد المنطق في ثلاثه ديال الحوايج، الطريحه والنقيضه والنتيجه، وهكذا يدور التاريخ. يعني انه تتكون يعني الحدث منين تيتجلى منين تيبان هو الطريحه، من بعد تيولي حدث مناقض له هو النقيضه، وتيكون واحد العلاقه جدليه بين هاد جوج ديال الفترات، وتيعطينا النتيجه، من بعد هاد النتيجه تتولي هي الحدث، وهكذا. وعطى مجموعه ديال التصورات، مثلا بالنسبه للثوره هذا البولشوفيه ديال روسيا، هو قال قبل كان الحدث اشنا هو اللي تسمى هي الطريحه، هو يعني النظام القيصري اللي كان في روسيا، وهذا النظام القيصري كان نظام اللي تعتمد على الدين يعني بشكل كبير، فكان الدين يعني امر اصيل
ديال في التسيير ديال ديال الدوله. من بعد جات الثوره البولشوفيه، الثوره البولشوفيه عندها مفاهيم شيوعيه التي كانت متطرفه مع الدين ونبذت الدين، هذا هو النقيض ديال ما قبل الثوره البولشوفيه اللي هو العصر ديال القيصر. فهاد الجدليه بيناتهم عطات لنا روسيا ديال دابا اللي عطات واحد النموذج يعني معتدل مع الدين ومعتدل مع الفكر الشيوعي ولا الفكر الاشتراكي الى ذلك، وكذا تفسر هيجل نظره ديالو في التاريخ. اذا كما قلت عندما نتحدث، باش نرجع للموضوع ديالي، عندما نتحدث عن تاريخ العلوم فنتحدث عن امورات اللي هي مترابطه فيما بينها. داكشي علاش غادي نعطيك السياق ديال هاد المظله الهوائيه، فهذا يعني في الترابط ديالو بين الاحداث التاريخيه عبر العصور. فعباس بن فرناس دار اول تجربه ديال الطيران، هذه التجربه درسها ليوناردو دافينشي واستفد منها وقام بطورها في الدين ديالو، وقام برسم اول مسوده للمظله الهوائيه اللي تتسمى الباراشوت. هو غير رسمها ما عطاش هذا، هذا الشيء كان في القرن السادس عشر. اذا في القرن الثامن عباس بن فرناس يقوم بالتجربه، في القرن 16 ليوناردو دافينشي يستلهم من هذه التجربه واحد التصور اللي غير رسمه فقط، هذا الرسم ديالو سيستلهم منه العالم في 1797 باش يصنع اول مظله ويدير اول قفزه بالمظلات، وفي 1802 تم تسجيل اول براءه اختراع في المظله الهوائيه. اذا ملي تنحطوا الاحداث التاريخيه تتبان لنا الصوره بشكل متكامل. عباس بن فرناس الا تنهضروا عليه بانه قلد الطائر وطاح وهذا، راه كان يعني من اكبر المخترعين، فهو اللي اول من اخترع ما يسمى بالزجاج الشفاف اللي ما عندوش اللون ديالو، يعني هو ما ابيض ما والو، وصنعوا باستعمال الرمال. هو اللي اخترع ما يسمى بعدسات تصحيح البصر، مش حتى العلم البصريات كان مبدع فيه. هو اللي اختار اول ساعه مائيه تشتغل بالماء، وهو هذا اختراع مهم لانه مرتبط بالعصر ديالنا. هو مخترع اول قلم بالحبر، يعني كلنا تنذكر واحد الوقيته كنا تنشريو واحد القلم في واحد الكارتوش فيها المداد تنديروها بالريشه وتنستعملوها ملي تيسالي داك المداد، هادشي باش ما نبقاوش نستعملوا المحبره، فتن ملي تتسالي ديك الكارتوش تنديروا كارتوش اخرى وتنكتبوا به. هذا القلم اول واحد اللي اخترعه في القرن الثامن هو عباس بن فرناس. هنا تيبان لك الموسوعيه ديال واحد عظيم من عظماء تاريخ ديال العصر الاسلامي. ولكن اعظم عمل قام به هو عباس بن فرناس شنو هو؟ واللي باقي الان تدين له اوروبا في نهضتها الصناعيه. في العصر ديال عباس بن فرناس كانت في الاندلس وفي اوروبا ككل كانوا تيستعملوا حجر الكريستال، وهذا الحجر كيصرف التقطيع ديالو عنده واحد التقطيع يعني معقد ويعني وخاضع لمنهجيه علميه دقيقه ومهنيه، واللي كان تيتقن التقطيع ديالو انذاك هما المصريين. فكانت اوروبا تصيفط الاحجار ديال الكريستال الى مصر لتيتم التقطيع ديالها وصف المواصفات اللي بغاو وتيردوه ليهم عاد باش تيستعملوه. فعباس بن فرناس هو اول واحد اللي ابتكر طريقه متطوره في تقطيع احجار الكريستال اللي استفدت من الاندلس واستفدت من اوروبا، ولات ما تصيفطش الاحجار لمصر ولات هي تتكلف التقطيع، ومن بعد تطورات. دابا هاد العمليه التقطيع مشات مجموعه ديال الاحجار الكريمه بحال اللؤلؤ بحال الديامون الى غير ذلك اللي تستعمل في المجوهرات الغاليه الثمن. اذا هذا هو عباس بن فرناس، وليس ذاك عباس اللي تنقولوا يعني بغى يطير وطاح الى غير ذلك. السخريه. ندخلوا لعالم اخر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.